مرحبا. عسلامة. بس خويا. الحمد لله. تعرف عليك. اسمي صابر. صابر منين؟ شو تعمل؟ شو تخدم؟ نشلوش كيما قلت توا هكا نشلوش. صباح جوي بي. أما قبل كنت عندي أعمال حرة ونخدم و... عندك تجارة؟ كانت عندي تجارة أي كل مرة كيفاش. أي أي. السنوات الأخرانية مرضت بالسكر وتسبب لك في قطع جسمك؟ أي أي مش سكر. مصر. بدلت شوية نقصت الحركية متاعك ما عادش تجب تحركي؟ أي أوكي أوكي ما عادش نقصت الحركية والتنقلات متاعي والدنيا وصابة تعكرت أما باقي صابة. باقي صافا مشيت المرجى الجامعي في بالي باش تقف معايا مش تقف معايا الدولة باش تقف معايا فهمني يا أخي حلت لي بالجنة دراع فهمني جات لداري قيدت الأحوال في داري معناها عندي كلا هيو العبيد معناها مش قالوا لي ما قالوش ما نعطوكش مشيت إدارة جهوية قالوا لي نعطوك كيفاش هما كمورد رزق مورد رزق ما عطونيش تو عندي عام برسك ما عطونيش وكل مره نمشي لمك المرجس معايا في حي الزهور ما تعمل لي حتى شيء تقول لي برمشي لدارة جهوية حي الزهور انت اي نمشي لدارة جهوية يقولوا لي ما عندنا حتى شيء وانا نسمع في السيد الرئيس يعطي في الاعانات وياخذوا في الاعانات وياخذوا في المنحه القاره. ما حاجتكش في اعانه، انت حاجتك في شهريه قاره. شهريه اون برانسيب هي شهريه قاره مش منحه قاره. اعانه وقتيه؟ اعاده ما ساعدنيش، ما نجمش خاطر نتحرك، اما منحه قاره تولي معناها تساعدني، قالوا لي ليه عندك كنام، شنو هي الكنام؟ قلت لهم لي عندي، يا اخي الكنام قاعد تعطي فيه فلوس هي. ما باش انت عندك الكنام فاهم كنام خاطر قالوا لي المدام تاعك تخدم انت مسجل معاها مسجل معاها اي اي لكن مش عاطي فيه في الفلوس كنام راه كنام ندخل اذا كان دخلت السبيطار نداوي بلاش ونخرج بلاش حتى الدويره معناها اصحابي ياخذوا لي فيه مش معناها اصحابك لا اصحابي مش معناها لا يرحم والديهم هما اللي ياخذوا لي وعرفت مرتي هي عرفت مرتي هي كان نشكرها نحب نشكرها مدام راقية فهمني مدام راقية نايفر مدام راقية نايفر وسي علي نايفر زيد هما الباهيين واقفين معايا على الاخر عبارة ولدهم عبارة خوهم عبارة معناها شنو تتصور دكتورة دكتورة كانت قبل دكتورة هي توا دكتور يقعد طول عمره دكتورة هي خاطر انا قلت بك تشبه اسمها نعرفها دكتورة حتى في المعنى هذه دكتورة حتى في مخها معناها ذهية معناها متثقفة في مخها اذا كان نحكيو على نفس الشخص مرا محلاها هي نعرفها معروفة اي مرا محلاها فهمني وسالي زاد زوجها يعطيه الصحة وبارك الله فيه سبع سنين قبل كنت تعمل على روحك اليوم طمع في الدولة بلو. 7 سنين كان جوي باهي وكان أموري واضحة وكانت ستة زيد فهمني معناها أموري هو حتى طور وصابة أما نقصت على قبل فهمني غير شوية أصحابي تصعب شوية يعني تصعب شوية التحركات والدنيا فهمني بالرغم سيد الرئيس نشكره سيد قيس سعيد هو راهو اللي عمل لنا وقف معانا نتاع كل المحتاجين وكل الدنيا والموظفين حشم يستاهلش فيهم فاهم اللي قاعدين يماطلوا فينا واللي قاعدوا فينا على دار اخر مره توا عندي اخر مره ماني مشيت لها المرجده اخر مره المرجده مشيت لها قالت لي برا امشي لدار جهويه احنا انا ما عنديش حق قلت لك انت ما عندكش حق ايش مهزك لداري ايش مشوفك في داري علاش تعيني في داري كي انت ما عندكش حق كي انت من الاول ما عندكش حق ايش جايبك لداري تشوفي فيها فهمني قالت لي ليه مسيو برمشي لدار جهوية شوفها معاه واحنا الدوله قالت لي ما عندهاش ميزانيه ياو الاخبار يحطوا وزاره الشؤون الاجتماعيه راهو عملنا وعملنا 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 شنو جيتوا لي انا ما عنديش حق والواحد الكشكوات الموجوده في تونس لا كشك اعطيني كشك اعطيني حاجه باش ناكل بها باش نتحرك بها فهمني مش نعمل بها حاجه اعطوني حاجه كيما تعطوا فيها العباد تعطوا فيها العباد اللي بساقيها اللي لابس عليها تعطوا فيها والمعاق اللي بساقيه مخصوصة تو انا الساقي هذه وساقي هذه الزوز معناتها هذه مريضه راه فهمني اعطوا لي انا ساقك هذه طبيب شنو قال لك عليها؟ هذه قال لي ما تعفش عليها خاطر هذه اللي تقصت لك راهي عديت هذه معناها اليمين عديت اليسار معناها دونك اذا كان باش تخفى عليها راهو باش نقصوا باش نحاولوا نقصوها لك. اي. ايش عمرك اليوم؟
انا تو عمري 54 برس صغير 54 هاي. ولي عندك اولاد؟ عندي زوز بنات، انا جدره. جد؟ اي عرست صغيره. اي عرست صغير، اي عرست عمري 27 سنه. ما سميش صغير. اي 27 سنه. جد احفادك قداش عمرهم؟ احفادي بنت بنتي معناها. بنت بنتي تو عمرها يكون 6 سنين هكا 7 سنين اي. اي معناها الحمد لله. البنات يخدموا بناتك؟ واحده تخدم واحده لا. اي. هم مراوك حدهم عليك. ماذا بيهم مت... هما حدهم علي، هذاك حدهم علي، وانا هذاك حد عليهم اكثر منهم، منهم هما اللي هما حد علي انا. انا نحبهم اكثر. اي فهمني. تهون عليك برشا انك عندك الاولاد وعندك البنات خاصه. البنات اي بالطبيعه البنات نورت عيني هذوك، حتى كي يتفكروني يقولوا لي صباح خير يا با بركة يزي. مش البنات خير ولا الاولاد خير؟ انا والله ما جربتش الاولاد، ان شاء الله ربي يلوم عليه. عندك خواتك ولا ما نعرفش انا شو يقول لك البنات احن على اي البنات احن هم راهو هم يقولوا، انا ما جربتش. قلت لك في ولادي ما عنديش ولاد، انا عندي بنات فهمني. ما جربنا لحال البنات يقولوا لها البنيه ديما احن على ابوها، ديما يقولوا البنات احن. ديما يسالوا عليك، ديما يحرصوا انهم يشوفوك ناقص شي حاجه، سيرتو نحكيو دوايات ولا ماشي تقضي حتى ومش حتى مش يعاونوني بدوايات انا ما الحمد لله. يقفوا لك بنقص المفهوم يقفوا. يقولوا لي صباح خير با وش نعملك با، هذيك يز هذيك يز ما انا اون برانسيب انا نعاونهم، مش هما ماك تعرف الدنيا صعبت الدنيا غليت، يلزمني انا نعاونهم حتى بالتبسيمه حتى ما نعرفش كيفاش. كيفاش عندي الوقت بالله؟ والله عندي نعدي الوقت، نمشي نحوس، نمشي نعمل قهوه، نمشي الجرده نقعد فيها، نمشي نتفرج نقعد في الدار نتفرج التلفزه. ساعات تجيني غصه تاع بكي، نبدا نبكي 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 وفي داري وحدي بالطبيعه خاطر ما فما حد. شنو اللي يبكيك اليوم؟ وضعك صحي؟ كل شيء كل شيء كل شيء يبكيني اللي صار، وان كنت قبل وان اصبحت توا الحمد لله. اي لا الحمد لله، ما حاجه ما كنتش نعرفها. الدنيا ديما تعلمنا. نعرفش علاش دارت علي ولو رغم بلا لاباس ماشي. ولا ربي سبحانه هذيك حكمه ربي. اي لا حكمه ربي ما قولش دارت عليا. لا هي تقلبت علي الدنيا دارت علي. ما تقولش ما تقولش حكمه الله سبحانه. اي حكمه ربي، اما كان جا واحد اخر في الوضعيه هذيا راهو تحت اي توا فهمني. كان جا واحد اخر في وضعيتي معناها مش كابس روحه ورخف روحه راهو مش لازم تكون قوية. اي لازم نكون قوية ونطر فرانكو ونصرف على روحي وما نعملش الزايد وما نعملش حاجة اللي ما تصلحش بها الدنيا فهمني، ما نعملش حاجة اللي ما تصلحش بها الدنيا. ربي معاك. عايشك ربي يصلحك. ربي يفضلك يعيشك. Thank you.